المباراة بالنسبة لنا كانت سهلة، لادفيرسير تاعنا كان زيرو وما كانش في المستوى مرة. أنا بور مو الماتش سماطلي باسكو ما كانش عفسة اللي دارها هما ولا جاس بيان من عندهم، ومام لونترينور ثاني دار عفسة باهية. لي جوار ربي يبارك لعبوا لعب بيان، وإن شاء الله نديروا عفسة مليحة ثم في مراكش. بون بالنسبة هذاك دخل لي جوار جدد، لي جوار ملاح بالنسبه لي انا، عجبني قويري عنده تسيور ملاح، والشباب هذو لهم جايين جدد، لي جوار جدد اكون راهم بيان راهم بقوه، وتشكيله تاعهم ملاحه، لي جوار ملاح ربي يبارك ويكملوها هكذا برك، وان شاء الله نديوها ان شاء الله.